إلى موضوع نقاش مشاهدينا، وفي إطار القمة العربية للبيطرة من أجل مجابهة تحديات الأمن الغذائي، ينضم معي عبر الهاتف الدكتور محمد الأمين نشار رئيس الجمعية الوطنية للأطباء البياطرة الجزائريين. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا لك. مساء الخير. تابعنا منذ قليل كلمتك في افتتاح القمة سيد نشار، وتحدثتم عن مقاربة للطب البيطري في مجابهة تحديات الأمن الغذائي والمحافظة على الأمن القومي العربي. كيف يكون ذلك برأيكم؟ أول شيء شكرا على كرم الدعوة والاستضافة. ثاني شيء أن الجمعية الوطنية للأطباء البيطريين الجزائريين خلال استضافتها للقمة العربية البيطرية بدعوة الاتحاد العام للأطباء البيطريين العرب للوجود في الجزائر، هو دعوة حقيقية لرؤية لبلورة رؤية مشتركة مع بعض الجزائر والبلدان العربية لمجابهة تحديات الأمن الغذائي. نعلم جيدا أنه بعد الأزمات الأخيرة التي عصفت بالعالم كله أن هناك مشكلة كبيرة، مشكلة الغذاء في العالم. فالجمعية الوطنية للأطباء البيطريين الجزائريين من خلال محاولتها تقمص دور الطبيب البيطري الحقيقي، وليس دور التطبيب فقط، أنه يكون طبيب بيطري مشارك في وضع السياسات العمومية المتعلقة بالأمن الغذائي في الجزائر أيضا في الوطن العربي. هذا ما دفعنا إلى برمجة هذا اللقاء، والحمد لله استجاب الإخوة العرب وكانوا معنا بالجزائر. نعم سيد نشار، سجلتم ولا بد عدد من المشاركات، ما هو عدد المشاركات من الدول العربية؟ كان معنا في اليومين الأخيرين أكثر من 13 دولة عربية، منها من حضر حضوريا ومن أكثرهم حضوريا، وبعضهم شارك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الدول العربية هي تنضم تحت لواء الاتحاد العام لأطباء البيطريين العرب. قد كانت مداخلات في اليومين الأوليين متعلقين بالأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي وكيفية برمجة الذكاء الاصطناعي في ترقية تربية الحيوانات والوصول إلى اكتفاءات في اللحوم الحمراء والبيضاء، هذا من جهة. ومن جهة ثانية على بالموازاة كان هناك لقاء رسمي تنظيمي للاتحاد العام للأطباء البيطريين العرب. نعم سيد نشار، الجمعية الوطنية للأطباء البياطرة الجزائريين تسعى إلى تطوير الاقتصاد الجزائري والمساهمة فيه، كيف يتم ذلك؟ أول شيء يتم ذلك عبر بلورة رؤية حقيقية مشتركة، عبر تبادل الخبرات مع البلدان العربية الشقيقة. ثاني شيء هو أنه نريد أن نضع رؤية حقيقية للطبيب البيطري الذي هو طبيب مساهم في كثير من المجالات، على غرار مجال الفلاحة والتطبيب، فإن الطبيب البيطري يمكن أن يكون حجر أساس في وضع رؤية اقتصادية من خلال برمجة عمل منسق مع بعض في البلدان العربية، مثل ما ستخرج به الورشات إن شاء الله. هذه الورشات التي تكلمنا فيها عن دور الطبيب البيطري في رسم السياسات الغذائية في الوطن العربي، لما نقول رسم السياسات الغذائية نقول كيفية المحافظة على صحة المستهلك بأنه تكون هناك مزارع نموذجية كبيرة، أنه يكون هناك استثمار عربي مشترك. والجلسة الآن التي هي الآن في المباشر هي جلسة تعني بالاقتصاد وكيفية تطوير الاستثمار العربي العربي. نعم دكتور محمد نشار، ما هي أهم المبادئ والأهداف التي تسعون لتحقيقها في إطار هذه القمة؟ أول شيء القمة العربية البيطرية هي قمة أرادتها الجزائر لا تكون تنظيمية بحتة في ما يتعلق بانتخابات وتسليم المهام، إنما رأينا أن تكون قمة أكبر بعدا، فرأينا لها البعد السياسي للجزائر. الجزائر تعود بالقوة إلى الجامعة العربية، إلى الموطن العربي، إلى التبادلات الاقتصادية العربية، فأردنا أن تكون الدبلوماسية البيطرية مكملة للدبلوماسية الحقيقية الجزائرية لوزارة الخارجية الجزائرية. أردنا أيضا أن تكون لنا رؤية اقتصادية من خلال جعل ورشات وزيارات للإخوة العرب هنا لكثير من المصانع الجزائرية، لما لا تكون هناك شراكات من أجل تصدير أدوية البيطرية والمنتجات الفلاحية إلى دول الجوار، ولما لا جذب المستثمرين للإخوة العرب هنا الجزائر للاستثمار، والآن في ورشة تشرح قانون الاستثمار الجديد في الجزائر. أردنا أيضا من منظور
عربي ثقافي، أن تعود اللحمة العربية من جديد من أرض الجزائر. هذا كل مواضيع ليست هي مواضيع بيطرية بحتة، إنما هو مواضيع عربية متعلقة بمصير واحد وبشأن واحد يجمعنا. نعم دكتور محمد نشار، نواصل من النقطة التي تحدثت عليها الآن، نقطة اقتصاد البيطرة. إلى ما ترمي هذا المصطلح اقتصاد البيطرة؟ اقتصاد البيطرة يرمي إلى وجود صناعة حقيقية للأدوية البيطرية في الجزائر، وجود صناعة حقيقية لمنتجات متعلقة بالحيوانات من أصل حيواني في الجزائر. هذه المنتجات لابد أن تثمن، لابد أن ترقى إلى مصاف صناعة حقيقية، اقتصاد حقيقي. لما نقول أنه مصنع 5 مصانع أو 8 مصانع بعد سنة أو سنتين من خلال دراسة قانون الاستثمار بجد، من خلال تحفيز الرجال الأعمال الجزائريين والعرب إلى الاستثمار في الجزائر بصفة دورية وحقية لرفع أيضا عدد هذه المصانع وعدد هذه الشركات، هذا ما يساهم في تطوير الاقتصاد المتعلق بالمجال البيطري. الآن رؤيتنا في الجمعية الوطنية للأطباء البيطريين الجزائريين أنه لابد من إخراج طبيب بيطري من قوقعة التطبيب إلى قوقعة أخرى، أنه ليس يكون فقط طبيب يطالب بالحقوق، إنما يكون طبيب مستثمر منتج للثروة، خلاق للثروة، يكون طبيب يساهم في الاقتصاد الوطني. نرى أن الحكومات الأخيرة هي حكومات جزائرية اقتصادية، نرى أنه الفكر التصور الذي أتى به السيد رئيس الجمهورية السيد نجيب تبون في الآونة الأخيرة منذ توليه سدد الحكم في الجزائر هو تصور اقتصادي، ونرى أن عجلة التنمية بدأت تتحقق. فأردنا نحن كجمعية وطنية للأطباء البيطريين الجزائريين أن نكون في مصاف هذا التطلع، وأن نكون مساهمين وبقوة بكيفية رفع الاقتصاد الوطني. وهنا بدأنا بالشركاء العرب لبلورة هذه الفكرة، ولما لا سيكون في العام القادم إن شاء الله سيكون لقاء إفريقي هنا بالجزائر. نعم دكتور محمد، تحدثتم منذ قليل في كلمتكم الافتتاحية عن فكرة إنشاء مشروع تكتل فلاحي بيطري عربي، هل من نظرة عامة لهذا التكتل؟ أين سيكون مقره وما هي مهامه؟ أول شيء، التكتل هو فكرة جزائرية بلورناها مع الإخوة العرب يوم أمس في اجتماع الاتحاد العام للأطباء البيطريين العرب، وقد لاقى الترحاب من كل الدول. التكتل سيكون مقره الجزائر بطبيعة الحال، الجزائر هي الآن هي رائدة، بالأمس قد تسلمت الجزائر رئاسة الاتحاد العام للأطباء البيطريين العرب، والحمد لله الجمعية هي جمعية فتية لديها ممكن بضع سنوات من النشاط. اتحاد العام للأطباء البيطريين العرب واتحاد أسس سنة 1979، ولم تحظى الجزائر بالمشاركة فيه والانضمام تحت لوائه إلا هذه السنة من طرف الجمعية الوطنية، وقد الحمد لله استضفناه في الجزائر وتحصلنا على رئاسة الاتحاد. هذا إنجاز كبير للدبلوماسية البيطرية الجزائرية بالموازاة مع الدبلوماسية الجزائرية. نحن الآن في الجمعية الوطنية للأطباء البيطريين الجزائريين نريد أن نكون حلقة أساسية في تكتل عربي يرمي إلى طموح أكبر في مجال الفلاحة، مجال البيطرة، مجال متعلقة بالزراعات والإنتاج الحيواني. الآن الرؤية ستتسع يوما بعد يوم ولقاء بعد لقاء، وإن شاء الله ستكون الجزائر دائما في الريادة. نعم تحدثتم أيضا دكتور محمد حول إصلاحات جذرية ونوعية وكمية، ما تمس هذه الإصلاحات؟ الإصلاحات تمس الاتحاد العام للأطباء البيطريين العرب في نظامه الداخلي وفي قوانينه. الآن الاتحاد العام أسس سنة 1979 وتقريبا بقي شبه مجمد، ولم يرقى إلى المستوى المطلوب، لكن الحمد لله مشاركتنا كجمعية وطنية للأطباء البيطريين الجزائريين استطعنا أن نكون أداة إيجابية في تحريك هذا الفضاء العربي البيطري، وأردنا أيضا أن نكون من خلال نعم. نضع شكرا لك دكتور محمد نشار. شكرا نعم شكرا لك دكتور محمد الأمين نشار على كل هذه التفاصيل، وإلى أن